السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على السكالا مافن بروجكت، وازاي نكريت المافن بروجكت، ازاي نكونفيجر السورسز، ازاي نكونفيجر التيست، وازاي نكومبايل السورس والتيست، وازاي نكسكيوت التيست. وبعد كده قلنا ازاي نسكيب الجافا جافا كومبايليشن والتيست اللي شوفايه، عشان احنا مش محتاجينه في البروجكت بتاعنا. طيب النهارده عندنا توبيك جديد هنتكلم عليه، هو الستاتيك اناليسيس تول واهميتها في البروجكت بتاعنا. طيب هنبدا اول حاجه بان احنا نستخدم كود كفرج تول. بما ان احنا بنستخدم سكالا فهنستخدم سكالا كود كفرج تول. الكود كفرج اللي احنا اخترناها هي اس كفرج، فعشان نضيفها وعشان اصلا نستخدم اس كفرج تول احنا محتاجين ندور على البلجن اللي هي اكسكيوت الكفرج كالكوليشن. طيب دلوقتي هنسيرش على org.scoverage. دي سكالا كفرج، نفتح الاورج دوت اس كفرج كده، نسيرش على مافن. اس كفرج مافن بلجن. اوكي، بعد كده هاخدين الليتست 1.4.0 فيها باج. انا بعد عندي، انا عندي واسكين منها بلجن. بعد كده نحط كده. طيب احنا حته مهمه هنا عايزين نقولها، ايه اهميه الكفرج او الجزء الناس تبقى عندها كفرج تولز في البروجكت بتاعها از بارت من الكود كواليتي الميجر، جزء من الاجزاء اللي بتقيس الكود كواليتي. اولا الاس الكود اللي هي الكفرج تول زي او الستاتيك اناليسيس تول زي اس كفرج بتقول لك الكود بتاعك كفرد قد ايه باليونت تيست، ودي بقى ليها كونفيجر. كل مشروع انت بتكونفيجر النسبه اللي انت عايز، المينيمم كفرج على المشروع بتاعك قد ايه، 60% 70% 80 90 100. طبعا 100 ده رقم مش وزن، ممكن نحط 100 عشان احنا نحط 100، هو طبعا هيفيل بس يعني على الاقل نشوف ان يعني ما اهميه ان الاس كفرج تقول لك هي الكود كواليتي بتاعتك مش مظبوطه، في حاجه غلط. الكود دوت المفروض يكون عشان يكون فيه انتجريتي لازم يكون ويل كفرد. على الاغلب احنا في المشروع بتاعنا هناخد مثلا 70%، بس احنا فور سيك اوف تيستينج دلوقتي هنجرب 100%. طيب بعد كده المفروض نكونفيجر. نكونفيجر، احنا عندنا شقين في الكونفيجريشن او شقين. اول حاجه اتفقنا ان اي بلجن عشان ترن لازم نربطها باكسكيوشن، تمام؟ زائد ان احنا محتاجين ندي كونفيجريشن للاس كفرج عشان نقول لها تعمل حاجات معينه، فاحنا تحب تبدا بالاكسكيوشن. طيب ده الاكسكيوشن بتاعتنا، الاكسكيوشن الجولز بتاعتنا هتبقى في التشيك. طيب الدوت مافن جول وظيفته ان هو يتشيك الكود بتاعك والكواليتي بتاعتك، وهنربطها بفيز، تمام؟ وفكره نربطها بفيز ليه؟ عشان نخليها تفيل. هو لو ما ربطناش بفيز هي مش هتفيل، هتفضل هتكسكيوت في الجول وتكمل وخلاص، وكأن ما فيش حاجه حصلت. لكن لما نربطها بفيز نقول نجاح البلجن دي او نجاح الاكسكيوشن ده من نجاح الفيز دي، فشل الاكسكيوشن ده من فشل الفيز دي. طيب تمام، احنا ربطنا الجول بتاع تشيك مع الباكج فيز. ممكن اي حاجه على فكره، ممكن باكج او فيريفاي، احنا كنا بنستخدم فيريفاي. مش تعال نستخدم مع فيريفاي. اوكي تمام، فيريفاي. اوكي حلو جدا. تعالى بقى نضيف الكونفيجريشن بتاعتنا اللي احنا عاوزين نديها للبلجن، زي مثلا ايه المينيمم كفرج اللي احنا قلنا عليها هنحطها 100%. تمام اوكي، وزي ما قلنا دي حاجه مش منطقيه، احنا هنغيرها بس هنفيلها. هنفيلها وبعدين نشوف الكونفيجريشن. تمام، جواها المفروض لما نسيرش كده ايه اللي موجود اصلا هنا. هنا اهي المينيمم كفرج. اوكي المينيمم كفرج هنا كام؟ نحطها 100 مثلا. ماشي، المفروض تبقى كونفيجرابل بس قشطه خلاص. وتعالى نعمل كونفيجر. طيب تعالى برضو نعمل حاجه ثانيه، تعمل فيل اون مينيمم كفرج فلاج. لازم الفلاج ده عشان يبقى ترو، و هايلايتنج بترو عشان يهايلايت فين الايشوز بتاعتك. طيب تمام، انا بس هحط دي كونفيجر فوق بس وخلاص. طيب الباقيين كلهم هيبقوا زي ما هم تحت كده. طيب اس كفرج مينيمم كفرج مثلا. اوكي وهنا طيب احنا دلوقتي هنروح للتيرمينال، هنعمل مافن فيريفاي
وتعال نشوف ايه اللي هيحصل. تعال نتعلم نقرا اللوجز مع بعض. تعال نرن المافن فيرفاي. اوكي طيب طب ايه الاكسبكتد؟ الاكسبكتد ان هيحصل جول جديد هيتنادى اسمه تشيك، والجول دوت هينادي الاس كفرج مافن بلجن. فالاس كفرج مافن بلجن هتبدا اكسكيوشن سايكل جديده، هتعمل شويه حاجات وفي الاخر هتكالكوليت الكفرج، وبعد ما تكالكوليت الكفرج هتقارنها بالمينيمم كفرج بتاعتنا. لو بتماتش المينيمم كفرج اكبر من او يساوي خلاص هتنجح، اذروايز هتفيل. طيب احنا وصلنا فين؟ احنا هي دلوقتي بتست الكومبايل، السكالا ماف بتست والسورفاير، السورفاير اسكيب، السكالا تيست ران. ايوه اللي تشيك اهو اكسكيوتد. هو بيعمل البري كومبايل هنا في الاس كافج، بعد كده بيعمل ريسورسز تاني كومبايل تاني للجافا للسكالا، وده تقريبا عشان هنشرحها الانسترومنتيشن. طيب تعال نشوف دلوقتي ايه اللي حصل. لقيناه هنا ان هو قال الستيتمنت كافج عنا 87%. ليه؟ احنا لو جينا رحنا للكود بتاعنا للمين هنا، احنا عندنا تو فانكشنز، وعندنا المين ابلكيشن المين كلاس، وعاملين اكستند اب عشان بس يبقى نقدر نرن المين كلاس، وعاملين اي برنت كده هنا. هو كده هو الكفرج بتاع الكود ده كده 87%، هو مش باست على كل لاين في الكود يعني. احنا ارجع للتيست. انا هقول احنا كده التو تيستس بتاعنا بيغطوا تو سيناريوز. السيناريو الاول بتاع از امتي، والسيناريو الثاني بتاع ان في كاونت. فلو رجعنا للكلاس نفسه المين دوت سكالا، لا سوري المين دوت سكالا هنا اهوت، فاحنا غطينا الفانكشن بتاعت الورد كاونت في التو كي والتو كيز والامتي، بس مثلا ما غطيناش البرنت لين واللي احنا بنكستنده من الاب. طيب تمام، تعال نشرح بقى او ناخد بالنا من المشكله. هي احنا في البرزنتيشن عندنا الخطوه الجايه احنا هنحاول نفهم ليه عندنا التيست بيران توايس، وازاي نحاول نحل المشكله. طيب دي تعال نروح برزنتيشن. حلو، هنا احنا عندنا مشكله بتاعت رانينج التيست توايس. طيب اللي بيحصل هنا كالاتي، عشان انا اكالكوليت الكفرج الكود كفرج بتاع الكود بتاعي، انا لازم اعمل حاجه معينه، لازم اكومبايل الكلاسز بتاعتي مش نفس الكومبايليشن العاديه اللي المفروض الكود بيطلع في البرودكشن. بعمل سبيشال كومبايل. الكومبايليشن ده بعمل فيه خطوتين، بري وبوست، وده اللي احنا شفناه عندنا هنا في التيرمينال. بيعمل حاجه اسمها انسترومنتيشن، فبيطلع كلاسز ما انسترومنتد كلاس. طب ايه الانسترومنتيشن؟ الانسترومنتيشن ده عباره عن شويه ميتا داتا بتتحط جوه الكلاسز الكومبايلد كلاسز، عشان اقدر اشوف هل سطر الكود ده اكسكيوتد لما التست ران ولا لا. لو اكسكيوتد يبقى كفرد، لو مش اكسكيوتد يبقى مش كفرد. فعشان كده ده يفسر ليه التست ران مرتين، وهشرحها لكم تاني، هعيد السيناريو بسمرايزيشن تاني. ده هيشرح ليه التست ران مرتين، وكمان بيشرح ليه بقى عندنا بري كومبايل وبوست كومبايل. طيب تعالى احنا برضو عشان يعني نبسط الحته دي، هي حته ان الانسترومنتيشن ممكن نقول ان اللايبراري بتحط شويه ميتا انفو او ميتا داتا على في الكلاس عشان تقدر تجيب منها المعلومات بتاع ايه اللي كفرد او ايه اللي ران او ما رانش. دي بس تبسيط ليها، هي ممكن ده مش ده اللي بيحصل فعليا، بس ده بشكل مبسط شويه يعني عشان المعلومه الناس ما تحسش ان هي ايه. طيب لا ده خلاص ده تيست ده كده. انا كنت عايز اوريهم التيست ران مرتين فين. اول مره هنا في السكالا تيست، في الفيز بتاعت في الفيز بتاعتنا بتاعت سكالا تيست، تيست هو ران التيست في ران التيست بتاعتنا اللي هو السكالا بيستخدم السكالا تيست مافن بلجن، والاس كفرج برضو لما عملت الانسترومنتيشن بتاعتها. تعالى انا عاوز اوريهم حته الكومبايل وبي كومبايل. ايوه لما بدا التشيك فيز، لما بدا التشيك جول انا اسف، عمل اكسكيوت الاس كفرج مافن بلجن. الاس كفرج مافن بلجن عملت بري كومبايل عشان تحضر الجافا كلاسز للانسترومنتيشن. بعد كده عملت كوبي للريسورسز، عملت كومبايل للجافا، بعدين عملت كومبايل للسكالا، بعدين عملت بوست كومبايل تمام عشان تبدا تجهزهم للاكسكيوشن، بعدين عملت اتخذت التست ريسورس عملت لها كوبي، بعدين عملت تيست كومبايل للجافا طبعا سكيبد، وبعدين للسكالا جهزتهم، وبعد كده رنت التست بتاعها، رنت التست على الجافا سكيبد، فرنت التست بتاعها اللي هو الانسترومنت تيست عشان تقدر تاكستراكت الريزلت. وبعدين هنا ناخد بالنا من التلات شروط، يعني معناها كده الفيز التشيك فيز انتهت كده بسلام، وتقدر تشوفوا التلات شروط برضه فوق هنا اهو.
دي بدايتها دي بدايتها فعلا بدايتها ودي نهايتها عشان برضو واخدين بالكم ده كله يعني كل ده رد مع التشيك فيز التشيك بتاعت الاس كفرج بالظبط. وفي الاخر طبعا علينا الريزلتس بتاعت التشيك هنا اهوت اللي هي عباره عن ايه الستيتمنت كفرج البرانش كفرج والكفرج از بيلو ذا مينيمم. طيب تعالى نعمل ايه دلوقتي وده الاير اهو قال ان الكفرج مينيمم واز نوت ريتش. حلو قوي. تعالى نعمل دلوقتي حاجتين هنقلل الاس كفرج نقلل الاس كفرج بالظبط خليها اقل شويه خليها 80 مثلا ولا حاجه وتعالى نفك تعالوا نشوف المشكله الثانيه. المشكله الثانيه ايه هي؟ ان السكالا ان السكالا تيست والاس كافش الاثنين بيرنوا التيست. فاحنا فعليا كل اللي محتاجينه ايه؟ احنا محتاجين ان واحد التيست ترن مره واحده بس عشان نتارجت ان التيست ترن والاس كافش ترن وما ترنش اكتر من مره. فاحنا هنعمل ايه؟ هنخلي البروجكت عامه هنقاد نيو تاج نيو بروبرتي جنرال بروبرتي بروجكت ان احنا نسكيب التست بروجكت اصلا وهنخلي الاس كفرج بس هي اللي ترن دي. طب بيجي السؤال ليه الاس كفرج هتبقى انف ان هي ترن مش ما نخليش الاثنين يرنوا مع بعض؟ هو فعليا ممكن ترن الاثنين يعني في ناس ممكن ترن الاثنين في مشاريع بتاعتها بالظبط مش شرط واحده بس اللي ترن صح؟ بس هي احنا في يعني عمرنا ما شفنا كيس ان في فرق ما بين التست الانسترومنتد والنون انسترومنتد عمرها ما حصلت معانا اي ايشوز من الخبره بتاعتنا فاحنا اتس انف ان احنا نستخدم واحده بس. تعال نعمل نقسم البتاع دي على خطوتين. تعال نعمل سكيب تيست الاول تعال نعمل مافن فيريفاي ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب صح لما نعمل سكيب تيست كده المفروض مفيش اي تيست هيران لان ده السكيب تيست دوت ده جلوبال فلاج اي حد بيرن تيست المفروض بيقرا الفلاج ده فانا ما عملنا له سكيب تيست ايكوال بترو خلاص مفيش اي حاجه. فده بروجكت ده بروجكت بروبرتي جنرال البروجكت كله لاي بلجن بتقرا البروبرتي دي بالظبط. طيب دلوقتي بنعمل ايه؟ سكالا مافن سكالا مافن بلجن بالظبط تيست كومبايل تيست كومبايل شور فايل سكيبد سكالا تيست سكيبد اللي تشيك بدات تمام عمل بري كومبايل ريسورسز كومبايل بوست كومبايل تيست تيست كومبايل وبعد كده التيست ار سكيبد ما رنهاش دي اخدها من ميتا داتا اللي هي من كومبايليشن بس ما رنهاش. طيب احنا هنتصرف ازاي دلوقتي؟ هنروح للاس كفرج بلجن ونديها كونفيجريشن جديده. الكونفيجريشن ده بيقول لها ايه؟ لما اجي ارن سوري انت بس اللي انت بس اللي احنا قلنا البروجكت كله سكيب وانت بس اللي تروح تاخد البتاع ده اهو. هنديها بقى اديشنال فوركد. طيب احنا اول هنديها اديشنال فوركد بروجكت بروبرتيز سكيب تيست ايكوال فور. ليه فعليا احنا كاننا اخدنا البروبرتي فودي وقلنا له انت هتوفررايد البروبرتي اللي حطينا جنرال المشروع بتاعنا بالظبط. فاحنا يعني سكيب تيست ايكوال عملت المينيمم 80% طيب عملت 80% تقريبا صح؟ انا قاعد اتاكد من البروبرتي انا دايما عملتها 80 بس خليني اتاكد عشان انا متذكرها اه بالظبط. يلا بينا. طيب وسكيب تيست ايكوال فولس كده المفروض يحصل ايه؟ لما نيجي نرن تاني هنلاقي 1 رن للتيست بتاعتنا بس هتبقى عن طريق الاس كافرج وهنلاقي الاس كافرج لما ترن هتباس لان هتلاقي ان المينيموم بقى 80 ما بقاش اكتر من 80 وبالتالي احنا كده قللنا. لو انت عندك ودي فعلا بتحصل معانا كتير جدا بالذات في الجزء بتاع البيج داتا يبقى عندها تيست كتير جدا وساعات تيست تاخد تايم يعني مش حاجه منطقيه بس تاخد عندها ساعات وقت طويل شويه. فبالتالي ان انا لو برن التيست دي مرتين واحيانا لو عندك اكتر من بلجن يعني لو عندك بقى اكتر 3 4 بلجنز ممكن مثلا تلاقي ان لو عايز تستخدم فايند باجز او اي لايبرري ثانيه هنستخدمها ممكن تلاقي كل واحده بترن لوحدها التيست فبالتالي هيبقى كتير جدا. فاحنا كده عملنا ريدوس ترن مره واحده فدي من الحاجات اللي عملناها. يعني من الاخر لما يكون عندك كود حقيقي مش هيبقى عندك تو تيست كلاسز وانت عاوز تقلل الاكسكيوشن تايم بتاع البيلد والتست. هو كده هنا غن التست كلاسز التست تعال نشوف الجزء بتاع السكيب اللي فوق الاول. اوكي ماشي نسكرول اب شويه بعد الشور فاير بلجن المفروض طيب. هيبقى سكيب احنا المفروض لو طلعنا هنا فين الشور فاير احنا هنا تيست كومبايل او تيست ار سكيبت للشور فاير وللسكالا مافن في الاكسكيوشن العادي بس لكن لما بدا التشيك اهو هنيجي غن التست عادي هيران التست سيول بتاعك وبالتالي طبعا قال لك ان الكفرج بتاع الستيتمنت كفرج 87% وبالتالي اعلى من 80% والبيلد سكسيد. طيب تعال نشوف البرزنتيشن ايه الخطوه الجايه دي اهم حته دي. طيب سكالا ستايل تول سكالا ستايل والفايند باك طيب تحب هتستخدم ايه؟
تعال ناخد ناخد بلجن نبدأ بالديسكاس تايم ناخد السكوت جوت خلاص أوكي. يلا بينا في شاب طيب. لطيف اسمه صامويل عامل لايبراري اسمها اس جوت صح سي اي بي اي جوت المهم لا هو هنا في اكتر من واحده سكيب هي كلمه واحده صح سكيب جوت كلمه واحده سكيب جوت ايوه سكيب جوت بلجن كالا اي دي سكالا ثانيه واحده اتاكد لك كوم لا ثاني معلش كده هي دي صح زي ما طيب احنا واخدين اللايبراري دي ناخد 2.11.12 ناخد دي اهي ونروح حاطينها as a plugin طيب شنت كده هنا طيب هي ايه فايدة دي اصلا طيب مفروض نقول ايه فايدة اصلا الستايل تول plugins او حاجة زي كده طيب هو الكودينج ستايل فكرة انك انت هي لها كذا وظيفة الوظيفة الاولى انك انت لما بتكتب بستاندرد واي يعني انت ممكن تعمل كل حاجه باكتر من طريقه لما بيكون في طريقه ستاندرد بتخلي المينتينابيليتي بتاعت الكود بتاعتك اسهل دي اول نقطه النقطه الثانيه حاجه شخصيه مثلا انت بتتعلم تكتب ازاي كودينج ستايل انضف الحاجه الثالثه ممكن تتشيك بوتنشال ايشوز او باجز في الكود يعني مثلا انت استخدمت حاجه فيها نال ما استخدمتش اوبشنال مثلا هتطلعها لك تقول لك لا ما ينفعش تستخدم نال لازم تستخدم اوبشنال هنا اهو ممكن نزود حاجه ولا تمام كده لا هي بس فكرتها ان هي بتساعد على الكود وهي برضو عايزين نقول ان هي بروفايلز دي حته مهمه جدا يعني احنا مثلا في شغلنا احنا كل تيم في بعض التيمز من نفسها كاستم بروفايل هم عايزين يركزوا على بعض الحاجات بيقول لك لا انا عايز اركز على مش عارف نال مش عارف ستايل بالذات في سكالا يعني سكالا بالذات يعني سكالا كلانجوج بالذات يعني الستايل دي فيها ممكن يكون مهم لان في كل ليها اكتر من طريقه كتابه الحاجه واحيانا بنفورس مثلا الناس تعمل ستايل معين بس هي مش يعني ما اقدرش اقول ان هي ليها حاجه ثابته بس هي بريفرنس للتيم طب المفروض انكم المفروض نكون فيجرها نعملها كونفيجريشن في السكالا مافن بلجن بالظبط كومبايلر بلجنز ايه كونفيجريشن الاول كونفيجريشن وبعد كده نحط جواها احنا هنديها حاجتين هنديها ارجيومنت وندخل تحت كونفيجريشن على طول صح كومبايلر بلجن تحت كونفيجريشن ارجس او وي كومبايلر بلجن كومبايلر بلجنز بالظبط هي بلجن على الكومبايلر مش بلجن على المافنز ايتسلف وندي لها الديبندنسي بتاعها بالظبط حط كومبايلر ثانيه واحده انت عملت ايه كومبايلر بلجنز بالظبط وبعدين كومبايلر بلجن واحده بقى اوكي في اكتر من بلجن جوه وبعدين شيل الديبندنسي تاج وخلاص ماشي هشيل اوكي ناخدين دي كده ونروح حاطينها هنا اهوت طيب تمام لما نحطها كده هوت ممكن نشيل البروفايدد اوكي نشيل البروفايدد بعد كده نكون فيك اوكي المفروض نحط لها بقى شويه لا نحط الارجز بقى نحط الارجز بتاعت الكونفيجريشن نفسها الارجز ديت بكل بساطه احنا عاوزين نحدد للبلجن ديت يحط فين الجنريتد سايت ايه الجنريتد سايت ده هو البلجن بعد ما بترن وبتكسكيوت بتطلع لنا عباره عن HTML بيج عشان نقدر نشوف يعني زي انتراكتيف تول عشان نقدر نشوف ايه الاخطاء بتاعنا بدل ما تطلع في التيرمينال وتبقى شكلها مش لطيف داش بي سكيب جود داتا داير دوت سلاش تارجت سلاش سايت سلاش سكيب جود تارجت سايت سكيب جود بس كده تعالى نكسكيوت يلا طيب عايزين نكون فيك برضه بتاع ديوس لان نكسكيوت نرجع تاني انا واحده نحط بس البروبرتيز يلا طب تعالى نعمل طيب نعملها دلوقتي اوكي اوكي هنا هو عايزين نطلع اللايبراري ناخد دي كده اوكي احطها له هنا هو اوكي عملنا الكومبايليشن هنا اوكي طيب برضه ممكن نكونفيجر دي بس انا هقعد دلوقتي اعمل فيريفاي اوكي طيب احنا اكسبكتد اللي يحصل ان لو في اي مشكله في الكود هيطلع لنا المشكله دي كود ستايل
طيب لو في اي ايشو في الكونفيجريشن يطلع لنا مشاكل فيها. طيب احنا المفروض دلوقتي نشوف ال الاوتبوت بتاع الكوماند دلوقتي. اوكي طيب هو هنا لا مشكله البيلد فيل ده مشكله. قال لك ايه؟ قال لك ان انت عندك شادو شادو فاريبل، ان انا حاطط هنا سترينج في الكيس وهي اصلا الانبوت فانكشن سترينج برضه. فاحنا طبعا هو الطبيعي ما حدش يكتب اس تي ار، الناس تحط اكس ولا اي في اي فاريبل، فانت بتحط بقى فاليد نيم، بتقول لك فاليد انبوت مثلا عشان توضح الكيس كويس، ساعات تحط اكس مؤقتا يعني. وهرن تاني، انا اكسبكتد ان الايشو دي لما اعمل كده تتحل، بس ممكن يبقى في ايشوز ثانيه يعني. طيب نبص كده مع بعض. هو بدا هنا، لو ملاحظين هو بدا هنا بيكومبايل اللايبراري هنا في الكومبايل فيز عشان حاطينها مع السكالا مافن بلجن. طيب هنا فايل هو بيقول ايه؟ تارجت سايت سكيب جوت، مش لاقي الدايركتوري. تعالى نرجع للكونفيجريشن كده، نراجع الداتا دايركتوري باث. احنا سين هنا دوت دوت عشان هو بياخد ابسولوت باس، بياخد ابسولوت باس، فلازم تحط الدوت عشان يريسولف الريليتيف. طيب هو اصلا كان برضه فايل ليه؟ ان هو بيحاول يكتب الاناليسيس ده، بيحاول يحطه في اتش تي ام ال عشان يبقى فيجوالايز. وطبعا ليتر اون لما نتكلم على فول سايكل سي اي سي دي هنلاقي ان الاتش تي ام ال دي بنحطها في داشبورد كده عشان الناس تبقى بتتابع الكود كواليتي بتاع البروجكت بتاعها، فهي دي من ضمن الاسباب ان هو بيعمل عليها الكلام ده. طيب هو هنا خلاص باست ودان كومبايلنج، طيب يعني هو كده خلاص مفيش عنده اي ايرور ولا وارنينج ولا اي مشاكل انفوز. وهنا تاني بيتست كومبايل، تست كومبايل هيس، هيبص لو ممكن شيء مو شويه وارنينج ما مش كفرج ماشي، ما كان الاس كفرج تمام. بعدين التست سيوت، واخدين بالكم الكلمه دي؟ ايه الانسترومنت كلاسيك بنتكلم عليها، هي هو الانسترومنتيشن بتاعت الكلاس اللي هو بيكتبها. طيب اها طيب تمام اوكي، ران التست بيل سكسيد تمام، دي حاجه حلوه جدا. تعالى نوريهم ال HTML شكله عامل ازاي. تفتكر اوكي تعالى نروح هنا ده البروجكت بتاعنا، تارجت سايت سايت اسكيب جوت جوت HTML اسكيب جوت دوت HTML تمام. هو المفروض لو يعني مش عارف كنا المفروض ورينا خلاص مش هنعمل ده، كان نعملها معاهم بسرعه. لا ده اساينمنت عليهم. اوكي رنوا الشوب تاني ما صلحوش الايرور اللي انا كنت عامله، وتشوفوا هنا تلاقوا طلعوا كده بشكل فانسي شويه، فانسي اتش ام ال 5 بقى وحاجات كده. اوكي تعال نشوف البرزنتيشن الخطوه الجايه. اوكي الخطوه الجايه هي فايند باك تولز. فايند باك تولز بتشتغل على الكومبايلد كلاسز لان هي بتحاول تشوف الايشوز اللي موجوده عندك في الكلاس الكلاسز الكومبايلد. فدي مش هتشتغل بنفس التكنيك اللي احنا استخدمناه في السكيب جوت، يعني ده مش هتشتغل از كومبايلر بلجن، دي هتشتغل لوحدها زي الاس كفرج، لان الفايند باجز ليها نفس التكنيكس بتاعت الاس كفرج. طيب هي فايند باجز بلجن، فايند باجز داش مافن داش بلجن. طيب فاكرين الاس كفرج شغال على انه جول تشيك جول، يبقى احنا هنظبط الفايند باجز على التشيك جولز برضو تشيك جول. طيب ناخد دي برضه كنا نعملها كونفيجر فوق، لسه نعملها كونفيجريشن صح؟ طيب ناخد دي فوق كده. وزي ما الاس كفرج خدت نوع حاجتين، خدت اكسكيوشن عشان تشتغل وخدت كونفيجريشن عشان نكونفيجر الاس كفرج اتسلف، برضه الفايند باجز بنفس التكنيك، هنديها كونفيجريشن عشان نكونفيجر ازاي الفايند باجز بتشتغل، وهنديها اكسكيوشن عشان نقول امتى تشتغل او نبايند البلجن دي على انه جول. طيب هتبدا بايه؟ كونفيجريشن. كونفيجريشن. طيب الكونفيجريشن احنا عندنا تو فاريبلز في الكونفيجريشن، واحد اسمه ايفورت واحد اسمه ثريشولد. الاثنين دول هندي ماكس وهاي عشان احنا بنحب نكتب بيرفكت كود. ام كابيتال واتش كابيتال سنسيتيف هي اوكي للاسف.
جوفك از سنسيتيف. شفت بقى سري ايش ايش هاي. طيب وال اكزكيوشن اتش كابيتال برضو. اوكي هاي اوكي. طيب وبعدين دي اكزكيوشن زي الديسكفرج على تشيك. اكزكيوشنز نفس ال... ممكن ناخذ كوبي بيست بس نكتبها اكزكيوشن. اوكي جولز. اوكي ما كان جا جول نفس الجول تشيك. اوكي حاجة صغيرة كده بس هعملها هنا. اوكي بس كان في طيب صغيرة هنا بصنعها. اوكي اوكي طيب لو خلصنا تعالى مافن فيريفاي. طيب نروح احنا كده عملنا سيف صح. اوكي نروح على الشيل بتاعنا ونكلير ونعمل تاني. طب يبقى احنا كده اكسبكتد في التشيك جول عندنا في تو بلجنز هيحصل لهم اكسكيوشن. البلجن الاول اس كفرج والبلجن الثانيه فايند باجز. تعال نشوف هتشتغل ازاي. اوكي فين التشيك ليست ما سويتش في كومباين لسه. طيب تعال نقول بصراحه احنا دلوقتي وصلنا فين. خلصنا ريسورسز جافا كومبايل سكالا كومبايل تيست ريسورسز تيست كومبايل جافا والسكالا تيست كومبايل سكالا. وطبعا ال هنبدا دلوقتي بعديهم الشور فاير سكيبت وبعدين سكيبت السكالا تيست وبعد كده هو بدا التشيك هنا بدا التشيك هنا اهو بدا الاسكفرد تشيك خلاص الاسكفر تشيك قفل وفايند باجز تشيك بدا اهو اهو فوركيد فاليو فوركيد عشان يون بارلل صح. اه ها دي برضو فورك فاليو دي كونفيجريشن. انت ممكن تينيبل الكونفيجريشن و تديسيبل الكونفيجريشن. الفايند باج بدات اهي الفايند باج بدات في التشيك اكسكيوتد الفايند باج جول طلع خلاص خلص الاناليسيس بتاعته ملاش اي اخطاء راح قفل الفايند باج تشيك وقفل التشيك فيس كل الجول كله وكده انتهى. طيب احنا بكده نبقى خلصنا الستاتيك اناليسز الستاتيك اناليسز تولز. تعال نعمل سمرايزيشن. طيب احنا النهارده عملنا ايه؟ اول حاجه بدانا بالاس كافج وقلنا ان هي من اهم البلاجز اللي بنحطها في اي مشروع عشان نشوف الكافج بتاع الكود بتاعنا واليونت تيستينج والبانش كافج كل الكلام ده. ها كمان لقينا مشكله ان التيست كان بيطن مرتين وشرحنا اللي هم بيطنوا مرتين وشرحنا ان احنا عملنا ديسيبل وانس خلينا عملنا ديسيبل لوحده او خليناها للبروجكت كله ديسيبل وطن بس الاس كافج وشرحنا حته ان الجزء الانستومنتال كلاسز ان احنا ايه الاس كافج بنستخدمها في ايه وليه هي مهمه. بعد كده رحنا للسكالا ستايل قلنا ليه السكالا ستايل مهم وحتى شفنا اكزامبل مع بعض ان كان في ستايل اشوف الكود خد بالك كل ستايل مش باجز هي على حسب معناها بس ممكن تؤدي الباجز او ممكن تؤدي مشاكل في الكود بس هي بتبقى مش شرط تكون باجز يعني ممكن الكود يكون بيكومباين مظبوط بس في ستايل ايشو. بعد كده استخدمنا الفايند باجز تول ودي عشان نشوف لو في اي باجز في الكود او يعني اي مشاكل في الستايل برضه هي احد التولز. وخلينا نقول ان دول اكزامبلز يعني في اكتر من تول في الماركت بتستخدم عشان الستاتيك اناليسيس تول. ها كمان في الكونفيجريشن اللي استخدمناها دي اكزامبلز برضه في كونفيجريشن تاني ممكن تتحط وتتظبط البروفايلز كذلك ممكن تتعدل. اعتقد كده ده اللي عملناه النهارده تقريبا ضغطنا كل حاجه وتعلمنا الانسترومنتد كلاسز. ايوه دي حته مهمه جدا فعلا. الشباب اللي شغالين في السكالا او شغالين في مش باك جراوند في الجي في ام او جافا لانجويج ساعات بيبقى الحته دي مش واضحه قوي فاحنا شرحنا مع بعض هي حته انترستنج فعلا. طيب نشوفكم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم.